حول هذا الموضوع معي عبر الهاتف سعادة القاضي عيسى سامي المناعي، وكيل العدل والشؤون الإسلامية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا بك في نشرة الثالثة. وكيف تقيمون أهمية المعرض الذي أقامته منصة نسك في مملكة البحرين؟ يا مرحبا، بداية أشكركم على إتاحة هذه الفرصة. تأتي هذه الزيارة ضمن جهود التعاون المشترك بين الوزارة في مملكة البحرين ووزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، في إطار التنسيق في مجال الحج والعمرة وتعزيز آليات التعاون المشترك. تضمنت الزيارة مناقشة كافة الجوانب والمجالات المتعلقة بالإجراءات وخدمات الحجاج والمعتمرين. ومن هذا المنطلق تأتي أهمية هذه الزيارة، وتترجم بشكل رئيسي الحرص على تقديم أفضل الخدمات للحجاج مملكة البحرين خلال موسم الحج والمعتمرين على مدار العام. وعلى هامش هذه الزيارة نظمت وزارة الحج والعمرة وهيئة السياحة السعودية المعرض التعريفي عن منصة نسك كبوابة سعودية رسمية لقاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة. فتضمن المعرض مثل ما شفنا مشاركة واسعة من الشركات السعودية والبحرينية وحضور فاعل من حملات الحج والعمرة من البحرين. وضمن فعاليات المعرض عقد اجتماع مع عدد من أصحاب حملات الحج والعمرة، استعرضت أبرز الجهود المبذولة في المملكة العربية السعودية لتطوير تجربة المعتمرين والخدمات المقدمة لهم، وتيحت الفرصة لأصحاب الحملات إبداء ملاحظاتهم واقتراحاتهم بشأن تطوير هذه الخدمات. نعم. ما أهمية الاستعداد المبكر سعادة القاضي في مملكة البحرين وأيضا في الدول الإسلامية؟ المملكة العربية السعودية حريصة على أن يكون هناك وقت كافي للاستعداد المبكر بين الوزارة، وزارة الحج والعمرة السعودية، ومع كافة الدول التي ترسل بحجاجها ومعتمريها إلى المملكة، وأيضا التعاون بين البحرين والسعودية، ما دوره في تسهيل إجراءات الحج والعمرة للمواطنين والمقيمين؟ تأكيدا طال عمرك، لأهمية هذه الاستعداد والترتيبات المسبقة بين الجانبين، تم عقد اجتماع رسمي مشترك لمناقشة أبرز مجالات التطوير وضع التصورات المناسبة لتنفيذها وتشكيل فرق عمل لمتابعتها. شارك في هذه الاجتماع الرسمي مسؤولين وممثلين من الجهات في البحرين والسعودية، منها وزارة الداخلية ووزارة الخارجية والصحة وهيئة السياحة، وكذلك شارك معنا من مؤسسة جسر الملك فهد، هيئة الضريبة والزكاة والجمارك وبعض الشركات. وكان من أبرز المشاركين في ذي الاجتماع الرسمي القائمين على برنامج ضيوف الرحمن في المملكة العربية السعودية، وهو برنامج معني بتطوير تجربة المعتمرين بشكل متميز. وفي نفس السياق عقدت عدة اجتماعات مشتركة لبحث أوجه التعاون والتنسيق بين الوزارتين والجهات الحكومية والعديد من الشركات في تطوير الخدمات والاطلاع على عروض مزودي الخدمات للحج والعمرة وشركات الطيران. والجدير بالذكر هنا كان في اجتماع مع شركة تأشير، وهي شركة سعودية، تناول الاجتماع بحث آلية إصدار التأشيرات الإلكترونية للمعتمرين وفرص التحسين اللي تعمل عليها الشركة لتطويرها في القريب العاجل. نعم سعادة القاضي عيسى سامي المناعي، وكيل العدل والشؤون الإسلامية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، شكرا جزيلا لك.